ايه ريه زكريا، لازم تلاقي ياسمين بسرعة قبل ما يعملوا فيها حاجة. وانت بس من السلامة، عشان لما ياسمين ترجع تلاقيك أول واحد في استقبالها. ارتاح. الرجالة ما تتنقلش من هنا. حاضر يا زكريا باشا. وأي عربية أرقامها هيه ريه، عايز كل بياناتها ويتعرف مين صاحبها. حصل يا زكريا باشا. ألو فارس؟ يعني إيه؟ يعني إيه فارس يتخطف من وسط رجالتنا؟ يعني إيه؟ أنا عايز أفهم إيه اللي بيحصل؟ فهمني إيه اللي بيحصل؟ طب أنا هنا عايش في أمان؟ أهلي عايشين في أمان؟ فهمني الحرب فيه إيه؟ من الواضح حضرتك إن الخناقة دي أطول ما كنا فاكرين، بس صدقني الغلط ده مش هيتكرر تاني، والحراسة الجديدة أنا هشرف عليها بنفسي. ده من مصلحتك، لأما قسما بالله هقتلك بإيدي دول. الحراسة اللي حوالي البيت تتغير كلها، تجيب رجالة صفيها، تجيب الرجالة كلها من الدار. انت سامع؟ من الدار. حضرتك رئيس عرفت ان الشيخ سلامة توفى؟ مات ورا ابويا على طول. خدوا المشوار مع بعض ونهوا مع بعض. لما نخلص من الهم اللي احنا فيه ده لازم نروح الدار نعزي. نشوف مين هيجي مكانه. طمني. تسليم، اخبارنا ايه؟ وصلتوا لايه؟ الفلوس اللي انت امرت ان انا اوصلها لغزال أنا وصلتها له بنفسي. كان عندنا شوية مشاكل في العربيات والسلاح اللي هنطلع بيهم العملية، بس خلاص بتتحل. للمرة المليون، العملية دي ما ينفعش يحصل فيها غلطة، أنت سامع؟ أبوك زين الله يرحمه وعمك سليم مش موجودين، لكن أنت موجود يا زكريا، والرجال هيستقوا بيك والعملية هتمشي تمام. يلا امشي أنت دلوقتي يا حربي وسيب لي عم شحاتة. حاضر الرئيس. ما تنساش ميعادنا. خير يا زكريا قبلي. ولاد اللي اسمها غادة دول قولي واتكلموا معايا. وصلت ليه؟ قالوا لي انك انت وسراج اللي اقنعتوه بالموضوع ده، وقالوا لي ان انت اللي جبت لهم الشقة اللي قعدوا فيها في اسكندرية. ليه بتنبش في القبور؟ ليه؟ سيب الميت يرتاح. ما دام انت مهتم قوي بالميت، من باب اولى بقى تهتم باللي عايشين. انا مش عايز ابقى سبب في ظلم لحد، وعايز اريح ابوها في تربته. ما ينفعش يتقال ان ابن زين العطار أكل حق إخواته. الورقة عليها 2 شهود، عمك سليم وسراج، وإحنا حلفنا عهد ما نخونهوش. لو حد خان العهد ما يبقاش أنا. عهدي؟ فهمني بقى، أنا عهد؟ أنا ماليش دعوة. أنا ابن زين العطار، يعني لازم أفهم. الحكاية اللي حكوها تتصدق، وأنا عارف أبويا كويس. اللي عايزك تعرفه اكتر ان ابوك زين العطار عمره ما ظلم حد. يعني الواد لسه عايش؟ انما ما قلتليش. نعم. انت عرفت شكل الواد ده ازاي؟ مصر كلها عرفت الواد ده، فيديو مغرق الدنيا. بس هي دي شكرا اللي انت بتقولها لي يا راجل.
ده انا مديك الخيط اللي طلع سليم من القضيه زي شعره من العجينه. تقول لي ده الكلام؟ لا لا مش المقصود. عموما قضيه كده خلاص خلصت، بس غريبه شويه. مفيش حاجه غريبه في الزمان ده يا مراد. طيب انت تعرف سكه الواد ده فين؟ لا احنا لسه ما لقيناهاش، بس هنلاقيها والرجاله هتلاقيه. بس اكيد العيال اللي جابوا الفيديو ده عاوزين حاجه قصاده. أو ما عادش في حاجة في الزمان ده من غير تمن يا مراد. ربنا يفك سجنك يا سليم يا رب. مالك يا أمي في إيه؟ أقعد. أختك فين يا زكريا؟ هوصلها يا أمي. ما تقلقيش هوصل لها. افتح بقى. دي حالة تسمم غالبا. الاكل كان فيه حاجه، اهم حاجه دلوقتي الكمادات، واكتب لهم على دواء يوقف الاسهال حالا. لا معلش يا دكتور ناجي، دي حالة تسمم غذائي، ازاي تكتب لهم على دواء يوقف الاسهال؟ كده الجراثيم تزيد في المعدة. حسن أنا رأيي نوديهم مستشفى بدل ما نخسر منهم كتير. أنا قريت الكلام ده في كتاب والله. أنت هتعرف أكتر مني؟ اسمعوا الكلام. إيه يا باشا؟ أنت مش مهتم بالعملية دي خالص ولا إيه؟ لا طبعًا مهتم. بس مهتم باللي بعد العملية أكتر. صورة حلوة في الجورنال، ترقية لذيذة، مكافأة لطيفة، كده. يوسف الناس دول تجار سلاح، يعني تجار موت. والله اعلم بقى ايه اللي وراهم تاني. مش مهم، المهم ناخد اللقطه الحلوه بتاعتنا. بص انا يعني متفق معاك في موضوع الوسيله، بس مش متفق معاك نهائي في موضوع الهدف. هتفكك يا عم الجو ده. الدنيا النهارده عشان تاخد اي خطوه لازم تعرف هتاخد كام وايه وامتى. ده بالنسبه لك. بالنسبه لنا بقى الموضوع مختلف. احنا بنعمل حاجه حلوه للبلد ديت عشان اهلنا يطلعوا فيها يعيشوا مرتاحين. للأسف بقى احنا كلنا كده على بعضينا، ما بقيناش مهمين اصلا. ما تفهم بقى يا اخي، البلد دي مليانه وساخة، يعني لو اختفى منها 100 وسخ مش هتحس بحاجه. تعامل مع الواقع، الحل الوحيد انك تلحق نفسك انت. هي دي طريقه لعبه الدنيا هنا. انا بقى مش عايز العبها كده. بقى يديني ويديك طول العمر بقى. كل اللي سألتهم من بتوع الكيمياء قالوا لي إنه بيكسب قد الحشيش 10 مرات، يعني مشروع العمر. اسمعي مني، ما تجيب من أبو آخر يا فتح. إحنا عايزين أرنبين تلاتة ندورهم في المنطقة دي وناخد الصفقة الجاية، ساعتها نبقى مالتي مليونيرات مش مالتي في الشارع. أرنبين تلاتة؟ حد قال لك إن أنا عاملة بطارية أرانب يا فتحي؟ لا أنا أعرف إن عندي كيس كده مقفول محتاج يشم الهوا ويصحصح. الفلوس المكمكمة وحشة يا شروق. طب أنا هدخل بالفلوس يا فتحي، أنت بقى هتدخل بإيه عنيا؟ بالحب. الله، ده أنا فتحي غيط حنان المنطقة. حنان؟ الحنان ده يا أخويا عند أم حنان. أم حنان؟ إنما بقى إحنا لو دخلنا الصفقة دي كل حاجة بتاعتي أنا، أنت بالأجرة. طيب الحق ابص عليها بصايه. هي مين دي يا اخويا؟ ام حنان. انت ازاي تدخل علي الصغيره في لعبه زي دي؟ احنا ما اتفقناش على كده. شوف يا عمار، اللعبه دي كلاتنا دخلناها غصب عنينا، وبعدين يعني انت مش لازم تعرف عنها كل حاجه. صح، فنقوم نضحي بالعيال الصغيره مش كده؟ اياك تكون فاهم انك احن على العيال دي مني. وبعدين العيال دي ما كانش هيحصل لها حاجه، الدور والباقي على اللي هيتاذوا لو ما كملوش اللعبه للاخر، وساعتها مش هيلاقوا حد ينقذهم ولا يمسح غلطتهم. انا ما غلطتش، انا عملت كل اللي قلت لي عليه وبعت للمسؤولين من القمح الغريب اللي كان في المخزن. اظن عداني العيب. لا ما عداكش العيب ولا حاجه، وغلطت يا عمار.
غلطت لما رحت جبت المون مكان امير وحسن، بس انا دريت على غلطتك. ازاي؟ بعت حسن وامير جاب مون تانية اول امبارح. اسمع يا عمار، هات الرجاله واسبقني على اوضتي. اوامرك يا عم سميح. شوف يا عمار، الماتش حمي على الاخر بقى واعر قوي، واللي هيغلط غلطه كتكتيه هياخد القضيه. روح يا عمار، روح يا وليدي، روح. انتوا المسؤولين قدامي عن البال واللي حصلت امبارح دي. دلوقت انتوا تروحوا لعم حمزه تطمن منه المون دي فاسده ولا لا. بس احنا يا عم سميح نعرف عم حمزه من زمان، وطول عمرنا بنشتري من عنده مون، وعمره ما حصلت من عنده اي مشكله، صح ولا ايه؟ لو اللي بتقوله ده صح يبقى ما فيش غير اللي في بالي. بس معقول؟ معقول يعني يكون واحد منيني هو اللي دس السم في المون للعيال؟ عم سميح، عمر ما حد فينا هيسم اخواته. ليه لا؟ بس لو كان كده يبقى هو واحد ما فيش غيره. اللي بيجيب المون اللي عندي قلته، بس لازم 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 امسك ولد الحرام ده. الا عيال الدار دول ولادي. من قبل ما ابونا يموت وانا عارف ان سور القصر ده حوالينه كلاب مسعوره. الكلاب المسعوره دي اخدت منا قبل كده يا عمنا شريف. دلوقتي اخدت مننا ياسمين وفارس. ياسمين وفارس هيرجعوا. اما عمنا الله يرحمه هنعتبره زي ابونا. وديعة واستردها ربنا. أنا مش عايزكوا تخافوا. زين العطار قال لي قبل كده اللي يسعر الكلاب الخوف. مش عايزكوا تخافوا. اللي خايف بس بيثق فيا يجي يتحامى في ظهري. لازم تعرفوا حاجة مهمة، محدش هيقدر يقرب لكم. ياسمين هترجع كويسة؟ هترجع هترجع يا زكريا. احنا بقينا بننام مش عارفين هنصحى لأني مصيبة بكرة. حتى فارس اتخطف من وسط رجالته. كان في خيانة من وسط رجالتنا. أنا غيرت الرجالة كلها.